ما تعينيش في تهديد. انا رئيس نادي مش رئيس نادي. انا رئيس نادي مش رئيس نادي. يا معالي الوزير، لو اللائحه اللي كرمت شهداء مصر شرطه وجيش اللي وسام على صدرنا وتعمل لهم عدويات عامله مجانيه، لو اللائحه دي مخالفه للقانون والمحكمه ما اعتمدتهاش بعد كمان يوميه الغيها يا معالي الوزير. ما تستناش محاكم، استنى من فضلك. ثلاثه، لو شايف يا معالي الوزير ان احنا عندنا مخالفات من فضل حضرتك. الحرامي اعترفته، انما الشريف كرمه. وما تقدرش تقول مخالفات يا اشرف الصبحي، لانك من شهر قدام الكراسات في كاراتيه قلت افضل رئيس نادي في مصر مرتضى منصور. انت اللي قايل معاك الرساله. انت اللي قايل في افتتاح الصاله. انت اللي واقف قدام الصالة